الحمد لله ولي المتقين، أحق من عبد وأكرم من سئل، وأجود من أعطى وأرأف من ملك. لا يطاع إلا بإذنه، ولا يعصى إلا بعلمه. يطاع فيشكر، ويعصى فيغفر. القلوب إليه مفضية، والسر أمامه علانية. ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير، رحمة الله للعالمين، سيدنا ومولانا محمد، وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. من دخل حصن الطاعة فهو آمن. فالحصن الحصين للمؤمن هو ذكر الله عز وجل. والشيطان يفر من الذاكر، لأن الذاكر له من الله نور. والشيطان يفر من ذكر الله، ولا يحدث اختراق للمؤمن من الشيطان ليضره أو يمسه أو يؤذيه إلا في حال غفلة، وليس في حال يقظة. قال ربنا جل وعلا: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. يعش أي يغفل. وروي عن أنس مرفوعا: إن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم. خطمه يعني فمه زي الإبرة، فإذا ذكر الله خنس، فإذا نسي الله التقمه، يعني أصبح قلب المؤمن في فم الشيطان. فانظر ما الذي سيكون من الوساوس والهواجس وإلقاء شبهة أو إلقاء شهوة، ومن هنا يأتي الضياع. ولكن هل المؤمن في هذه الحياة كالريشة في مهب الريح، عرضة للخطر من أي ساحر أو حاسد أو شرير، أم أنه محفوظ؟ المؤمن حسب درجته وذكره وعلمه، معه من الله مسلحة من الملائكة. مسلحة يعني زي تشريفة وحراسة. الشيطان إذا رأى هؤلاء يفر، فلا يستطيع أن يقترب منه. إذن المؤمن في حراسة الملائكة، والملائكة دول قد إيه وكم عددهم وكم يبعد من كثرتهم. ربما الإنسان يمشي، المؤمن أو العالم، ومعه مسلحة يعني حراسة من الملائكة قد تمتد لأميال، فيراها الشياطين فيخافون مجرد أن يقتربوا منه لا أن يوسوسوا له. والدليل روى الترمذي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ويريد تحفظ هذا الذكر لأنه جاء بوحي وهو يسير وبسيط، لكن الأجور المترتبة عليه لا يتخيلها عقل عاقل لو أنه كشف عنا الحجاب وظهر الأجر يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كان كعتق 4 رقاب، كأنه أعتق 4 من العبيد الأرقاء. وفضل عتق الرقبة أن الله تعالى يعتق كل عضو من أعضاء المعتق من النار كما أعتق هذه الرقبة، فما بالك كل يوم بيعتق 4 رقاب، 4 من الأرقاء كان له كعتق 4 رقاب، وكتب الله بهن له 10 حسنات، ومحى عنه بهن 10 سيئات، ورفع له بهن 10 درجات، وكان معه مسلحة من الملائكة يحفظونه بأمر الله حتى يمسي. هو ده الشاهد من الحديث، أنه معه مسلحة يعني زي تشريفة وحراسة من الملائكة حتى يمسي. وإذا قالهن حين يمسي فكذلك. إذن المؤمن يدخل في حراسة من، وفي حماية من، وفي معية من؟ إذا كان ذاكرا لله. نور الذكر يخيف الشيطان فيطرده فيفر. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه:
يبين الشيطان بيخاف من المؤمن صاحب القلب القوي والنور والذكر والعلم. قال: إن الشيطان ما رآك يا عمر سالكا فجا إلا سلك الشيطان فجا غيرك. لما الجن سمعوا القرآن الكريم سمعوه متى؟ كررنا هذا كما في أول سورة الجن، إن لهم كان مقاعد من السماء يسترقون السمع. كلمة يسترق من السرقة، والسرقة معناها أخذ شيء من حرز بخفية واستتار. فكانوا يجلسون يسمعوا الحوار بين الملائكة، لو أن الله قضى أمرا في الأرض سيكون، فالملائكة بيتكلموا مع بعض قبل أن يقع، فيسمعوا كلام الملائكة فيأتون بكلمة من الحق وينسجون حولها 10 كذبات أو 100 كذبة، ثم يوحون بهذه الكلمات اللي هي مش مكتملة إلى شياطينهم من السحرة أو من الكهنة، فيدعوا بذلك أنهم يعلمون الغيب. في يوم وجدوا أن أبواب السماء أغلقت وسلطت عليهم الشهب. الشهب ده نار يسلط على الشيطان فيحرقه. فذهبوا إلى سيدهم. من سيدهم؟ الشيطان، إبليس. قالوا: إنا كنا نقعد مقاعد للسمع فأغلقت أبواب السماء وسلطت علينا الشهب، يا ترى بسبب إيه؟ قال: إن هذا لأمر حدث في الأرض، فجابوا الأرض شرقا وغربا، فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه صلاة الصبح في بطن نخلة. بطن نخلة موضع بين الطائف ومكة، قريب من مكة. فذهبوا وقالوا: إنه بسبب هذا أغلقت دونكم أبواب السماء وسلطت الشهب. لما سمعوا القرآن الكريم، الفئة أو المجموعة التي سمعت من الجن قيل أنهم كانوا 7 من جن نصيبين، نصيبين بلدة في الشام أو في العراق. دول اللي سمعوا أول من سمعوا من الجن، فأسلموا وآمنوا وذهبوا إلى قومهم منذرين. لما الجن سمعوا هذا البيان اختلفوا فيما بينهم، قسم أسلموا وآمنوا وقسم كفروا وكذبوا. لما بيجي الشيطان القرآن الكريم يحكي عنهم، حكى عن هذا الاختلاف، إن مش كلهم مؤمنين ولا كلهم كافرين. إذن الجن منه جن مؤمن ومنه جن كافر، بعكس كلمة شيطان. الشيطان ده وصف، ما هوش اسم لجنس. لما تيجي تتبع قصة إبليس، لما أمر الله تعالى الملائكة بالسجود لآدم كان دايما يأتي القرآن بالتعبير بإبليس، ما كانش يقول شيطان، لأنه لسه ما بقاش شيطان. إمتى بقى شيطان؟ الشيطان من الشطن، يعني البعد والتمرد على أمر الله والمعصية. لكن قبل كده كان القرآن يذكره باسمه، فسجد الملائكة إلا إبليس، ما قالش إلا الشيطان. إمتى بعد كده بقى تردد ذكره في القرآن، أنه دايما يذكر أنه شيطان شيطان، من الشطن أي من البعد، لأنه تكبر وتعالى على أمر الله وقاس الأمر بعقله، قال: خلقتني من نار وخلقته من طين. إذن كلمة شيطان وصف، وصف للجن أو وصف للإنس. ممكن البني آدم يبقى شيطان بمعنى المعصية والبعد، عشان كده شياطين الإنس وشياطين الجن، والقرآن أكد هذا، قال: من الجنة والناس، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. من الجن بس؟ قال: لا، من الجنة والناس. إذن هناك من يفعلون عمل إبليس بالغواية والإغراء للوقوع في المعصية ومخالفة أمر الله، من الإنس اللي هم شياطين الإنس كشياطين الجن. فالقرآن بيحكي إن كلهم ما هماش فريق واحد، لكن منهم المسلمون ومنهم غير المسلمين. كيف عبر القرآن عن هذا؟ قال الله تعالى حكاية عن الجن: وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. في القاسط وفي المقسط. القاسط يعني الظالم الجائر، لأنه عدل عن الحق. والمقسط هو العادل، لأنه عدل إلى الحق. عشان كده يأتي المدح في القرآن للمقسطين مش القاسطين. قال الله تعالى: إن الله يحب المقسطين
وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. إذن المقسط غير القاسط. القاسط يعناها الظالم الجائر، لكن المقسط معناها العادل. فالمقسطين غير القاسطين، عشان كده التعبير هنا قال إيه؟ ومن القاسطون أي الظالمون الجائرون الذين لم يستجيبوا للإيمان ولا للهدى ولا سمعوا ما جاء من أوامر الله في القرآن الكريم. طيب جه بقى بعد كده قال الجزاء للطرفين. قال فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. يعني كلمة تحروا لفظ في القرآن يفيد الإيه؟ الدقة والنظر والبحث وإعمال العقل. ومنه تحري القبلة. يعني إيه تحري القبلة؟ يعني البحث والنظر والسؤال حتى أعلم أين اتجاه القبلة لتصح الصلاة. تحروا رشدا أي بحثوا ونظروا ودققوا وأعملوا عقولهم حتى وصلوا إلى الرشد والصواب، فهؤلاء لهم الأمن في الدنيا ولهم الكرامة يوم القيامة. لكن بقى الطرف الثاني قال وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. كلمة حطب تفيد الذل والمهانة، لأنهم أصبحوا في أسفل سافلين. الحطب الشيء اللي ملوش قيمة يوضع وقود، أصبحوا وقودا للنار. طيب بعض الناس يسأل في النار يوجد العصاة من المؤمنين كما يوجد الكفار الذين كفروا بالله، طب إيه الفرق بين الاثنين؟ ما دول دخلوا النار ودول دخلوا النار. قل هناك فرق. الحطب يوضع في النار للتحريق والإهانة، لكن الذهب يوضع في النار للتطهير والتنقية. فعصاة المؤمنين في النار للتهذيب حتى ينقوا من الخطايا التي لم يتوبوا منها كالكبائر، وبعد ذلك مكانهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. لكن الكفار ما هم زي الذهب، الكفار كالحطب ولذلك يوضعون في النار. فشتان، احنا بنفسنا اللي بنحط ده في النار وده في النار. نضع الحطب للتحريق ونضع الذهب للتهذيب والتنقية، لأنه لا يصلح لخزائن الملوك إلا الذهب الخالص. نشأ هنا أيضا سؤال آخر، مش الجن مخلوقين من نار؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار، كيف يعذبون يوم القيامة من نار وهم مخلوقون من نار؟ هذا سؤال قد ينشأ. الإنسان خلق من إيه؟ من طين. لو جئت بحجر من طين فضربت به إنسان يتألم ولا لا يتألم؟ رغم أنك ضربت طينا بطين، وربما انجرح وصرخ من شدة الألم. فلا يبعد على قدرة الله تعالى أن يعذب عصاة الجن بالنار يوم القيامة. ثم أتت آية في القرآن للربط بين طيب الحياة ورغد العيش والبركة في الرزق وبين طاعة الله جل وعلا. وأن لو استقاموا على الطريقة أي على طريق الحق والإيمان لأسقيناهم ماء غدقا أي ماء كثيرا. هو يا ترى الخطاب هنا موجه للمشركين من أهل مكة ولا موجه للجن العصاة؟ إن هم لو استقاموا وعدهم الله تعالى بالرزق والعطاء الوفير يمكن أن يخاطب به الاثنان. طب ليه جاب سيرة المية بالذات؟ لأسقيناهم ماء غدق، لأنه حيثما جاء الماء جاء النماء والخصب والزرع، وحيثما جاء النماء جاء المال. وجاء في مواضع شتى من القرآن الكريم الربط بين الاثنين. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ومن الآيات الرابطة بين الطاعة والرزق قول الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. ولذلك رب العزة وعد بهذا فربط بين الاثنين. في السنة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا العلاقة بين الطاعات وبين الأرزاق،
وأنه لا يسد باب الرزق والبركة إلا المعصية. قال صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أو في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، وإن استبطأ على أحدكم رزقه فلا يطلبنه بمعصية الله، فما عند الله لا ينال إلا بطاعته. المعاصي أكبر شؤم تغلق دونه الأبواب والعطايا، إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. لذلك النعمة ليست عدو للإنسان، ولكن الإنسان هو عدو النعمة، تزول وتسلب بعد العطاء بسبب أفعاله وأعماله. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وحطها بطاعة رب العباد، فرب العباد سريع النقم. ثم بعد هذه الجولة رب العزة يذكر إن العطايا ما هيش معنى دلال، إن العطاء مش دليل كرامة، لا، ده هو اختبار. قال: لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. شوف اللفظ القرآني، كلمة صعدا أي مرهقا. الناس يرهقون ويتعبون من الصعود، الإنسان يعرق ينهج يتعب. ولذلك جاء هذا الوصف في الوليد بن المغيرة. الوليد بن المغيرة لما سمع القرآن قعد يقطب جبينه ويفكر، وبعدين قال: إن هذا إلا سحر يؤثر. بعد ما قال في الأول لما سمع القرآن إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله لمغدق وإن أعلاه لمثمر وإنه ليعلو ولا يعلى عليه وما هذا قول البشر، من اللي زعل؟ أبو جهل. قال له: لا، الكلام ده هيخرب علينا الموضوع، قول كلام الناس يسمعونه فينفرون، وإلا كلامك ده معناها إن محمد على حق. فقعد يفكر يا ترى أقول إيه. قال: هو سحر يفرق به بين المرء وزوجه. عشان كده رب العزة توعده في القرآن قال: سأرهقه صعودا، كما أخبر عليه الصلاة والسلام. يعني إيه هذا العذاب؟ قال: إن الوليد في النار أمام جبل من نار يصعد عليه، حتى إذا بلغ القمة هوى، حتى إذا هوى بدأ يصعد عليه، وهكذا في صعود ونزول في رهق. عشان كده قال: سأرهقه صعودا، أي عذابه في النار، لأنه تنكب الحق وكذب بالحق ولبس الحق بالباطل ولبس الأمر على الناس بعدما اقتنع وانشرح صدره للأمر. أيضا في موضع آخر في القرآن الكريم يذكر موضوع الصعود مع الضيق، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. كلمة يصعد يعني كل ما طلع صدره يضيق. طب دي حقيقة علمية لم يعرفها الناس إلا بعد قياس طبقات الغاز في الغلاف الجوي، فعرفوا إن كل ما الإنسان يطلع الضغط الجوي بيختلف وكمية الأكسجين بتقل، فيشعر بالاختناق، يصعد يشعر بالاختناق وبالرهق. هكذا هذا الوصف جاء في القرآن الكريم، وجاء هنا أيضا: يسلكه عذابا صعدا، أي مرهقا متعبا. الجولة دي كلها تحدثت عن الغيب والوعد والوعيد، ثم ختمها بآية عجيبة: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الآية دي في سورة الجن جاءت بعد كلام الجن كله وحكاية القرآن عنهم وعن استماعهم للقرآن الكريم. لماذا جاءت؟ لأن المساجد هي بيوت الله، ما أقيمت لعقد صفقة تجارية أو لمنافع دنيوية، ولكن يجب أن تنزه فلا يدعى مع الله فيها أحدا. عشان كده قال سعيد بن المسيب: جاء الجن إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له: كيف نشهد الصلاة معك في المسجد ونحن ناؤون؟ يعني احنا بعيد، احنا قلنا مساكن الجن في المحيطات وفي قاع البحار والمحيطات وفي الجبال والصحاري والأماكن، هم لا يستأنسون ببني آدم، فبيعيشوا لوحدهم وفي قبائل شتى. فقالوا: نصلي معك ازاي؟ كيف نصلي معك ونحن ناؤون؟ فنزلت هذه الآية
وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فجعلت الأرض للنبي صلى الله عليه وسلم مسجدا وطهورا، حيثما كنت صلي، فالأرض طهور، وإذا لم يكن معك الماء فهي طهور، أي ترابها طهور، تستطيع أن تتيمم وتصلي. فهذه الآية جاءت لتبين طبيعة المساجد أنها بيوت الله، إنما بنيت لما بنيت له، فلا ينبغي أن تحرف غاياتها. لذلك رب العزة وصف أهل الإيمان جوه المساجد، لا عندهم شعار لطائفة ولا لشخص ولا لمنفعة ولا لتجارة ولا لصفقة، وإنما فقط جردت لله جل وعلا. قال الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع، ويذكر فيها مين؟ فلان ولا علان؟ لا، ويذكر فيها اسمه. اللي قاعدين بيعملوا إيه؟ اللي قاعدين مش بيتكلموا في كلام دنيوي ولا في لغو فارغ ولا في جدال، ماذا يفعلون؟ ده دول اللي ربنا رفع قدرهم، لأنهم وقروا بيوت الله فكانت هذه منازلهم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. ما قالش ذكور، قلنا الرجول مقام، وذكر في القرآن في 4 مواطن، منها هذا الموطن: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن إيه؟ ذكر الله بس، ما فيش حاجة معاه أبدا. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، ويعملوا إيه كمان؟ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. إيه الدافع لده؟ لماذا شغلوا بربهم؟ قال ماذا قال؟ وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. فين؟ في بيوت أذن الله أن ترفع. لذلك من الوصايا في هذه السورة، نختم بها هذا الدرس إن شاء الله، أن المؤمن محصن، وإذا نسي التحصين فلا يلومن إلا نفسه، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان يحصن نفسه يوميا قبل النوم، كان يجمع كفيه وينفث فيهما 3، ويقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده. وعلمنا كمان دعاء نعوذ به أولادنا الصغار. ساعات بعض الصغار يقوموا مفزوعين، الشيطان بينغز الطفل يقوم مفزوع أو بيبكي على طول ما بيسكتش. ساعات بعض هذه تكون من نزغات الشيطان أو من مرض يعالج، في أسباب مادية وهي الأمراض، وفي أسباب غيبية نأخذ بها لأنها من ديننا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعوذ الحسن والحسين ب3 كلمات، وقال: كان أبونا إبراهيم يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق. 3 كلمات غاية في السهولة واليسر. طفلي الصغير أو ابني الصغير، ماذا كان يعوذ الحسن والحسين؟ كان يقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة. هامة مفرد هوام، وهي الحيوانات المؤذية الضارة زي عقرب أو حية. أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، أي عين حاسد أو حاقد أو شرير أو عائن، يمكن أن يصيب الإنسان بالعين فيتأذى أو يتضرر. فكانت هذه التعويذات لهؤلاء الصغار، كما كان صلى الله عليه وسلم يحصن ويعوذ نفسه. نسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم من شر الشياطين من الإنس والجن، وأن ينفعنا ببركة هذا القرآن الكريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم.